بينما يكافح أهالي الموصل من أجل إعادة الحياة إلى مدينتهم المنكوبة، يبدو أن هناك من يعمل بدأب على إبقاء المدينة تعاني نكبتها وترزح تحت وطأة الدمار، وسط تفرج وربما رضا حكومي، حيث تتشابك المصالح الفاسدة ليكون المواطن البسيط ضحيتها النهائية. نعيش حالة من حالة الكراهية تجاه ما يصدر من بغداد، حالة من حالات الاحتجاج، حالة من حالات التعرض إلى ضغوطات في كافة مراحل أو كافة مفاصل الدولة العراقية. وهذا طبعا يتشابه عندما يكون رئيس الوزراء على هذه الدرجة من عدم الالتزام وعدم الانضباط في تشكيل الوزارة، ويكون المحافظون ميالون إلى الأمزجة الشخصية، ويكون هناك نواب مع الأسف ووزراء سابقون يدخلون في صفقات فساد وصفقات يعني تعاملية من ورائها أرباح ومن ورائها منافع شخصية، يكون حال البلد هكذا. العديد من سكان مدينة الموصل اشتكوا من انتشار السيطرات التي تنفذ حالات من الابتزاز على الأهالي، مما يزيد من حجم المعاناة التي تعيشها المدينة، فيما تمثل ساحة جمرك فايدة صورة من صور هذا التعدي على أبناء نينوى ومحاربتهم في أرزاقهم. عدة جهات يعني مسيطرة عليها، يعني عدة جهات مسيطرة عليها، ناس تأخذ بالعرض ناس بالطول، فالدولة وينها؟ الدولة غايبة، الدولة ماكو دولة، ماكو دولة، ماكو قرار مركزي للدولة على الساحة هذه. حتى مثل ما يقول عملها يصير منتظم نظامي والناس تستفاد من هذه الساحة، فكلها قاعدة تروح على من هين ومن هين ومن هين، فكلها وين تتراكم؟ تتراكم براس المواطن الموصلي. بدل ما يساعدونا طلعنا من هذا الحرب من هذا الدمار، بدل ما يساعدونا النوب أذونا بهاي العملية. الإجراءات التعسفية شملت القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. لاحظ في الأونة الأخيرة أنه هناك حواجز جمركية صارمة جدا، اللي من باب التأثير أنه هي كلها على مستوى العمل بالمستشفيات اللي صار ضعفها، يعني عملها ضعيف، وكذلك الأدوية، وكذلك بعض الأجهزة الطبية اللي فرضت عليها هذه الغرامات الجمركية. أهالي الموصل طالبوا بإنصاف أبناء المدينة وتعويضهم عما لحق بهم نتيجة الفساد الذي ينخر مؤسسات البلد. كل بدل ما يسوون ضرائب على العالم على المواطنين، ينطون حصته من النفط اللي عيبوكوها هم. هسه حصة المواطن العراقي من النفط ما لا يقل عن 750 ألف دينار كل مواطن، ليش عياكلوها هم علينا؟ هاي أهم نقطة هاي عندنا، ليش عياكلوا النفط مالنا؟ عياكلوها هم شايلين مليارات، والعالم كله الارامل الفقراء المساكين كلهم دايحين بالشوارع ما عندهم فلوس، هم يلعبون بالفلوس لعب بالعراق. فالاحسن هاي الحكومه ما تفيد العراق، يا ريت تشيلون هاي الحكومه، شيل قلع شارع كلهم ما يفيدونا. جيبونا ناس مسؤولين اشراف، منين هذول جابوهم؟ من ايران؟ متعدده تلك الازمات التي تحيط بالموصل، متنوعه هي الحروب التي عاشتها المدينه، شطرها المتعلق بالدم والبارود دفعت منها اثمانا باهظه. ثمة شطر آخر يريد أن يخنق المدينة، يستهدف قطع الأرزاق بعد أن قضى وطره من قطع الأعناق.